الطالب عبير نصر العابد الحاصل على درجة الامتياز في كلية التربية تخصص التعليم الأساسي بمعدل 94.3. بالنسبة لي تجربة الشخصية، أكيد كل شخص أكيد واجه تحديات في الجامعة، ومعدل زي هذا أكيد ما إجاش من فراغ. زي ما يعني بالنسبة لي كل شيء كان يعطونا إياه بالمحاضرات بروح وبعيده وبزيد فيه وبراجع. كمان بنصح لكل الطلبة انه كل شيء بتاخذوه لازم يكون لكم جدول اساسي انكم ترجعوه. كمان اللي عندنا الكادر الاكاديمي ما قصرش ولا بشيء. في عندنا الدكاتره كل شيء ما كنتش بفهمه كانوا يقدموا لي جميع التسهيلات انه يفهموني. كمان شغله ثانيه، حاليا احنا طلعنا من المدرسه اللي كنا كمرحله الحصول على المعلومات زي كانوا يعطونا اياه على طبق من ذهب، اما حاليا في الجامعه فانتقلنا لمرحلة تانية هي البحث عن المعلومات. طبعا هذا مش اشي سهل واشي صعب، لازم كل شخص بده يوصل بده يكون لازم يكون لازم يتعب ولازم يجتهد. كمان من جانب اخر عامل التحضير عامل مهم كتير. تعبت ما كنتش انام بالليل وسهرت، بس زي ما بحكي لك بدك تكوني انتي لازم تكوني انتي لازم تتعبي. جامعة الاقصى بالنسبة لي كان في تحدي أساسي أو أول تحدي واجهته في الجامعة، يعني حياة جديدة وجامعة جديدة وتخصص جديد، فما كانش إنه من السهل إنه أتعامل مع هذا كله، ولكن الكادر الأكاديمي أكيد قدم جميع التسهيلات إني أكون زي ما أنا هلقيت وصلت. كمان بشكر كل حدا وقف جنبي، كل حدا سندني، كل حدا دعمني. الدكاترة يعني أحيانا كنت أواجه تعارضات في الجدول الدراسي، ولكن احكي هاي الموضوع للدكتور ما كانش يقصر معي نهائيا، كان يعطيني موعد بديل، واذا الموعد البديل بتناسبش كان يعطيني يحكي لي خلص بكفيك احضري ساعه من المحاضره. وهذا اكيد كل شيء على راسي من فوق، والحمد لله انا وصلت اكيد بفضل الله، وثانيا بفضل جهدي وبفضل كمان الكادر التعليمي القائم على العمليه التعليميه. وكمان انه بنوه للتحضير حضور المحاضرات كامله، يعني بدك تتعبي، يعني هذا إشي لا مفر منه، مش أكيد مش هيتقدم لك المعلومات على طبق من ذهب زي ما كنت في المرحلة المدرسية. خلص هاي حياة كاملة وحياة جديدة بدك تكوني، لازم تحضري كل المحاضرات، لازم تراجعي أول بأول كل شيء مش عارفة لازم تستفسر عنه، لأنه بزبطش خلص وبزبطش كمان تراكمي كل المعلومات فوق بعض، مش إنك تاخذي المحاضرات إشي ما فهمتوش يلا مش مشكلة بكرة بفهم من بنت هيك لعند الامتحانات خلص بزبطش هيك. بدك تكوني لازم تتعبي، لازم تحاربي، لازم على أساس إنك تصلي، مش بالنهاية أهلك تطلعوا في المعدل مش معدل احكوا لي خلص اقعدي. كل التوفيق لكل الطلبة القدامى والجدد، وألف مبروك للناجحين في توجيهي، وإن شاء الله يا رب تلاقوا المعاملة المنيحة والدراسة المنيحة والموافقة بجامعة الأقصى. كل الشكر.
طبعا اكيد معدل زي هذا مش بسيط حدا يوصل له. ما وصلت لهذا المعدل من فراغ، اكيد بمساندة الاهل، بمساندة الكادر الاكاديمي في الجامعة.